السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غنتقاسم معكم تحضير العجينه ديال المملحات اللي غنحضرها معكم بمكوناتها، يعني اللي هي بسيطه جدا. الاساسيات ديالها شنو هو اللي كتخليهم يكونوا ناجحين واللي كيكونوا هشاش. اي تساؤل عندكم غتلقوه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. كنتمنى يا ربينا الاعجاب ديالكم، وما غاديش نكتر عليكم. في صندوق الوصف غتلقاو المقادير، وغادي نبدا معكم ان شاء الله. عندي 4 ديال الزبده، الزبده ديال اللذه عاديه، فهمتوا؟ الا بغيتوا تضيفوا يعني تحيدوا هذه الزبده وديروا الزبده ديال العبار حتى هي ممكن، وكتجي زوينه وكتعطي بنه لذيذه لهاد المملحات. عندي كاس ديال الزيت، دانون مسوس، عندي بودره الثوم والموطارد، 3 ديال الفرماجات، كنور ديال الحوت، العطريه ديال الحوت، كذلك 4 كاس ديال الماء مخلط مع معلقه صغيره ديال الهريسه. هادو هما المكونات الاساسيه كنقول لكم. بالنسبه للزبده اختاريت هذه باش يعني حاجه سهله. اكيد دابا راكم عارفين شويه المواد بدات كتغلى، وانما هذه حاجه سهله. غير هو فاش تبغيو تبداو تخدموا، خدموا بالزبده هي الاولى، تعرك مزيان مع الزيت حتى تخلط مزيان. علاش؟ دابا الوقت يعني بارده، ومع الزبده واخا تكون بحراره المطبخ غتبقى بارده، يعني ضروري ما تعجنوها هي الاولى، عاد ضيفوا المكونات الاخرين باش يسهل عليكم القضيه. ما تجيكمش العجينه فيها يعني دوك الكويرات صغيورين اولا الحبيبات ديال الزبده باقيين ما معروكينش. صافي، هنا من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف 3 د الفرماجات كيف ما غادي تشوفوا معايا، وغادي نضيف كنور ديال الحوت. هنا كملاحظه يمكن لكم تستغناو ديال الحوت وديروا ديال الدجاج، تعوضوه، ديروا كنور مع العطريه ديال الدجاج حتى هي كتجي لذيذه وزوينه كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نبدا نخلط بهاد المكونات مع دانون مسوس. هنا الا ما كانش دانون مسوس يمكن لكم تستعملوا كاس ديال الحليب، الا ما كانش كاس ديال الحليب يمكن لكم تستعملوا كاس ديال اللبن، اما اللبن العادي اللي كنعرفوا اولا داك اللبن اللي كيكون في الكرتون كيجي رائع، كيعطيها واحد الهشه زوينه، خصوصا واحد المكون الرئيسي اللي هو ضروري ما يتضاف على هاد العجين باش كيعطي واحد الهشاشه واعره لهاد المملحات، وما كيجيوش قاصحين بتاتا. هنا ضفت شويه ديال كيف ما قلت لكم 4 كاس ديال الماء مع معلقه صغيره ديال الهريسه، يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم تستغناو عليه. هذا هو المكون الرئيسي اللي هو الخل، معلقه كبيره ديال الخل. صراحه ما نقول لكمش كي كيجيو هاد المملحات واعرين وهشاش وبنان، واحد البنه فيهم راه ما نقول لكمش. مع شويه ديال الملحه، غير شويه ماشي بزاف، غير شويه. صافي هنايا، وغادي نبدا نضيف 3 د المعالق صغار ديال بودره الثوم. الا ما كانش يعني 3 د المعالق صغار، غادي تضيفوا معلقه كبيره ونص ديال بودره الثوم، كذلك مع الموطارد حتى هي في نفس المقدار. صافي، باش كيجي شويه يعني لقوم مجهد وزويون، يعني لقوم باين، يعني ماشي شي حاجه خصكم تتجربوه عاد تعرفوا علاش كندوي. المهم هنايا غادي نضيف هذاك الموطارد، وغادي نبدا باش غادي نعجن بشويه بشويه. كيف قلت لكم غادي نبدا نضيف بشويه بشويه في المكونات، وانا كنخلط باش تجي هي هذيك لاباط. وثاني حاجه غادي نضيف ليها هي خماره وحده، ضروريه ما تكون، هي واخا ما كيجيوش يعني غلاضين اولا كيخمروا اولا، لا 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 بالعكس،
عادي خمارة وحدة، بالعكس كتعطيهم غير داك كي كيقولوا ليها واحد لا فورم ديالهم صافي. هادشي اللي كاين، داكشي علاش كنديروا الخمارة. واخر حاجة هو الدقيق. الدقيق هنا ما عبرتوش ليكم علاش، على حسب الدقيق والنوعية ديالو، كاين النوعية الجيدة او النوعية الاخرى العادية. هنا غادي نضيف بشوية بشوية وغادي نبدا نعجن حتى تماسك ليا العجين مزيان، ولكن منين نضيف الكمية الاولى نعركها مزيان. منين نضيف الكمية الاولى ديال الدقيق نعركها مزيان، يعني نعجنها مزيان حتى ما تبقاش ليا ديك الزبدة كتطلع، لان راه واخا هكا كتبقى في الاول قبل ما تضيفوا الدقيق راه كتبقى يعني مكركبه، ولكن ملي كتضيفوا الدقيق كيبداو المكونات يتنسجموا مع بعضياتهم وكتطلق الزبده وما كتبقاش محببه، وكتعطي يعني واحد الريزولتا اللي هي زويونه. صافي هنا غادي نبدا نعجن بيديه، غادي نخليها حتى تجمع كيف ما كتشوفوا معايا، غير تماسك بحال هكا صافي بركه عليها من الدقيق وكتجي خفيفه. ندوزو للطريقه، شنو غادي نحتاج؟ عندي هنايا الزعتر، خديت واحد الكميه صغيره طحنتها مزيان، بعد ما لقيتها طحنتها مزيان وغربلتها صافي. عندي بياض بيضة وعندي السودانيه حتى هي مطحونه مزيان وغربلتها. وغادي ناخذ واحد الكميه، غادي ناخذها شويه ديال العجين كيف ما شفتوا معايا من بعد ما خليتها ترتاح واحد شويه، وغادي نبدا نطلق يعني على شكل عصيات طوال، ولكن يكون السمك ديالهم غليظ. هنا على حسب واش بغيتو يعني دوك المرصوات يكونوا غلاض يعني يكونوا يعني كبارين اولا بمرصو صغار. الا كانوا صغار غادي تزيدوا تطلقوا العجينه تحربلوها مازال تكون رقيقه. صافي هادشي اللي بغيت نوصل لكم. وغادي نشد هذاك البيض البيض وغادي ندهن من الفوق هكا، راه ما كتعطي لا زفوريه لا حتى شي حاجه ديال البيض، فهمتوا؟ ما كتعطي حتى شي حاجه. غادي ندهن مزيان وغادي نشد هذاك شويه ديال الزعتر وغادي ندردر هكا ماشي من الفوق وانما من التحت، وغادي نبدا نحربل حتى هذاك الزعتر يلصق ليا في هذوك العصيات كيف ما كتشوفوا معايا. يعني طريقه سهله جدا، ولكن البنات راه كيجيو غزالين ولداد البنات، لداد لداد، راه ما نقول لكمش راه ما تندموش عليها، والله القسم ما تندموا على هذا العجين هذا. صافي وغادي نبقى ماشي غادي نبدا يعني نطلقها مزيان، لا غنخليها غير باش تلصق ليا هذوك هذيك الزعتر باش يلصق ليا، ما غاديش نبقى نطلق فيها بزاف كيف ما كتشوفوا حتى ناخذ هذاك الحجم اللي بغيت. غادي نديرها في البلاك ديالي وغنخلي حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وغادي نديرها في المجمد. المجمد علامه تماسك راسها مزيان يعني وتكون قاصحه اصلا. الزبده دغيا كتقصح ملي كديروها في يعني في الثلاجه ولا هذا، ولكن في المجمد كنعاود نقول لكم المجمد حتى هي مزيانه. وغنخليها واحد 4 سوايع ولا 3 سوايع ونص بحال هكاك على ما يشبروا في راسهم صافي، وغادي نخرجهم باش غادي ندوز وغادي نقطعهم.